مستمعينا أهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج أسهم واتجاهات، معكم مي مصطفى، ومعي على الهاتف الأستاذ نبيل بيرم مدير الأبحاث بشركة المجموعة السويسرية. أهلا بك معنا أستاذ نبيل. أهلا بك أستاذ نبيل. معنا بعض الأسهم التي أرسل مستمعينا في طلب لتحليلها، ونبدأ بسهم المالية والصناعية المصرية. اليوم أغلق في المنطقة الخضراء عند مستوى 9.60%، فما هو تحليلك لأداء السهم وما هي نصائحك بشأنه؟ بالنسبة للمالية الصناعية هي متداول الأسعار المتدنية، يقدر نسميها أوفر سول أريا. مستويات 49 لحد 10 مستويات تجميع في الورقة، اللي احنا عندنا نقاط دعم خلال الأسبوع ده. بالنسبة للمالية 49 و 14 بالنسبة لمستويات الدعم، ده المقاومة موجودة عند 9.85 10، ده بالنسبة للمستوى الدعم. عندي إعادة شراء فوق مستويات العشرة، أهداف بعد كسر الحاجز بالعشرة هيكون 11.30 و12، وبالتالي قرار طبعا الشراء وتكملة الشراء فوق مستويات العشرة. نعم. السهم الثاني معنا هو سهم هيرمس، هو أغلق أيضا في المنطقة الخضراء عند مستوى 17.45%، فما هو تحليلك لأداء السهم وما هي توصياتك بشأنه؟ هيرمس حاليا بيتحرك في اتجاه صاعد ولكن شورتر، بما ان اتجاهه الاساسي نزولي، فبالتالي انا باعتقادي ان تحركه من مستويات 15.35 لمستوى المقاومة 17.70، ده مستوى مقاومة مهم جدا. شكل السيماتيك ده شكل الروتانج اللي هو بيتحرك فيه ده هينتهي اخر وش عروبي اللي احنا بنتحرك فيه، بعد كده اعتقد انه هيكسر حاجز ال 15.30، وده من النقاط المهمة للفترة الحالية. بالتالي مستويات نقول مستويات المقاومة موجودة عند 17.80 و 18.22، سواء من خلال الاسبوع ده موجود عند 19.5 و 15.58، مستوى ال 15.30 مستوى مهم جدا. حال كسر حاجز ال 15.30 هيبقى عندنا مستويات 12.70 و 11، بالتالي القرار بالنسبة للهيرمس هو البيع وتكنيك البيع تحت مستويات ال 15.30. السهم الثالث هو سهم المصرية للمنتجعات السياحية، اليوم أغلق على ارتفاع أيضا عند مستوى الجنيه و25 قرشا، فما هو تحليلك لأداء السهم وما هي نصائحك بشأنه؟ بالنسبة للمنتجعات أيضا هو مستويات الحالية مستويات الدنيا، فبيتحرك ما بين مستوى 1.13 و1.30، ده مستوى للمتابرة. عندنا مستويات الدعوم خلال الأسبوع ده على 1.11 و1.10، مستويات المقاومة موجودة عند 1.25 و1.28، ده بالنسبة لمستويات المقاومة. عندي تارجت موجود 1.36، بالتالي قرار بالنسبة للمنتجعات هو الشراء بالهدف بتاعي 1.36. نعم. السهم الرابع هو سهم مصر الجديدة للإسكان، أغلق على ارتفاع عند مستوى 68.12%، فما هو تحليلك لأداء السهم وما هي نصائحك لحامليه؟ بالنسبة لمصر الجديدة هو بالفعل تحرك في اتجاه صاعد، إلا أن المستويات حاليا مستويات غالية نسبيا، مستويات الدعوم خلال الأسبوع ده موجودة عند 85، مستويات المقاومة موجودة عند 68.70 و70 فلات. عندي تارجت موجود بعد كسر حاجز ال 64، يفضل طبعا عندي مستويات حاليا نحمي ارباحنا في مصر الجديده، وبالتالي هيكون القرار ان احنا نبدا نخفف مراكز ان احنا ارباحنا الاسعار الحاليه وتكمله البيع تحت مستويات ال 64.10. حاليا كسر حاجز ال 64.10 فهيكون عندنا مستوى ده لو هو 56.5. هذه القرار بالنسبة لمصر الجديدة لابد من تكنيك البيع تحت مستويات الأضعاف. نعم. السهم الخامس والأخير هو سهم رايا، هو أغلق على تراجع اليوم عند مستوى 6.25%، فما هو تحليلك لأداء السهم وما هي توصياتك بشأنه؟ بالنسبة لرايا هو أنهى اتجاهه النزولي، خلينا اتجاهه صاعد بيتحرك فوق متوسط متحرك ال 50 يوم. عندنا مستويات الدعم خلال الأسبوع ده موجودة عند 5.99 و 5.74، مستويات المقاومة موجودة
فبالتالي هو مؤشراته جيده، القرار الشراء هو هيكون الافضل. وعندي مستهدف اولي لسه طايع 96، وفي تارجت اخر موجود رايا هو 87. بالتالي رايا من ورق رخيص موجود في السوق، القرار بالنسبه لرايا هو الشراء. في الختام الأستاذ نبيل بيرم مدير الأبحاث بشركة المجموعة السويسرية، نشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفا علينا في راديو مباشر. بالعكس. شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه حلقة اليوم من برنامج أسهم واتجاهات. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني مباشر.info، ولمزيد من تحليل الأسهم يمكنكم إرسال أسهمكم المفضلة على radio@mubashir.info. تحياتي مي مصطفى، وإلى اللقاء.